معتز عز الدين الحكيم يتسلمها عنه المقدم حسام نجيب الهلال. تمام معتز، اخباره ايه النهارده؟ الدكتور لسه مطمنا عليه. هو مشي الدكتور؟ لا عنده مرور وهيجي تاني. من فضلك اول ما يوصل خليه يعدي. حاضر تحت امرك. تمام طيب بس شكرا. ميداليه تشجيعيه للنقيب محمد نجيب الهلال. مساء النور. اهلا باخت البطل. اخيرا الهنا انشرفت. يا ساهر الاسلوب اللي انت بتكلمني بيه ده بدل ما تقولي الحمد لله على السلامه وليك عين كمان تتكلمي حقا يعملوها ويخيلوا. لو سمحت يا ماما انا ما وجهتش كلام لحضرتك، انا بتكلم مع جوزي. اتكلمي بادب واعملي حساب لوجودي. معلش يا ساهر، الهانم نسيت ان انت ابني قبل ما تكون جوزها. انتوا ليه مصرين تعاملوني المعامله دي؟ هو انا قتلتلكوا قتيل؟ لا يا حبيبتي انت ما قتلتيش قتيل، بس اخوك البطل اللي انت رحتي حفله تكريمه هو اللي قتل لنا قتيله. اصمت، مش معقول الكلام ده. اصمت اخرس خالص، ما اسمعش صوتك واتفضل خش نام جوه. يلا حاضر حاضر. اتفضل. حاضر. انت ايه اللي وداك حفله التكريم من ورايا؟ اولا لو كنت قلت لك ما كنتش حضرت، ثانيا دول اخواتي ولازم اشاركهم فرحتهم في يوم زي ده. بنت اصول بصحيح وتعرفي الواجب كويس قوي. انا برضو متربيه ومش هرد على حضرتك. انا راجعه تعبانه وداخله اوضتي. انت ازاي تسمحي لنفسك تتكلمي معاهم بالاسلوب ده؟ وانت ازاي تسمح لها تتكلم معايا كده اصلا؟ ما ترديش على سؤالي بسؤال، انا برضه جوزك. ما انت عشان جوزك كان لازم تحافظ على كرامتي وما تخليش حد يمسها حتى لو الحد ده كان مامتك. والله يا امي ما غلطتش. وانا كمان ما غلطتش. لا غلطتي، والغلط راكبك بنسات سخنه راسك. يوه غلطت في ايه بقى ان شاء الله؟ عشان روحتي الحفله من غير اذن. احنا مش هنخلص من الموضوع ده، دي بقت عيشه تزهق. والله عيشه لو مش عاجباك الباب قدامك اهو يفوت جمل كده. يا ساهر انا هسيبهولك،
عشان ترتاح انت وامك. انت هتهدديني مع الف سلام. لا يا ماما، ده مش الساهر اللي انا اعرفه، ده اتغير معايا 360 درجه. معلش برضو يا شهند، ده مهما كان جوزك يا حبيبتي ما كانش صح ابدا تسيبي البيت وتمشي. يعني ايه يا ماما ما سيبش البيت؟ ده هو ومامته عاملين عليا رباطين ومصرين ان حسام هو اللي قتل سلمى. بس بس الناس دي اتجننت ولا ايه؟ اسكتي اسكتي لحسن اخوكي صحي. يا شهند تعيطي ليه؟ ما بعيطش ولا حاجه يا حسام. ليه وانا مش شايفك؟ ما حلو اهي وزي الفل يا حبيبي، مفيش حاجه. انتوا مصرين تخبوا عليا؟ انا مش شاطر عشان ماما، انا قاعد سامع كل حاجه من جوه. يا ابني كفايه اللي انت فيه، احنا مش عاوزين نزود همومك. اخر حاجه كنت اتخيلها ان الناس دي تفكر كده. ربنا يهديهم يا ابني. مش هند، انا هاخدك ومروح لهم واقعد معاهم بنفسي وافهمهم كل حاجه، بس على الله يفهمهم. تعطيش ربنا يخليكم بعض. يا رب يا سعاده الباشي اكون عملت المهمه زي ما انت عايزها. تعملت اللي عليك وزيادة يا طاهر، ومن بكرة إن شاء الله تقدر ترجع شغلك تاني في البوفيه عندنا في الإدارة. بوفيه؟ بوفيه إيه يا سعادة الباشي؟ ده أنت سيادتك مواعدني إنك تثبتني على درجة. وأنا عندي وعدي، بس عندنا مشكلة صغيرة. مشكلة إيه دي؟ ما ينفعش أثبت واحد بصمجي يا طاهر. بصمجي إيه يا باشي؟ بصمجي إيه تف من بوقك؟ ده أنا معايا عددية. ما تنفعش، يا اما مؤهل متوسط يا اما مؤهل عالي. ايه الحاجات الغريبه دي؟ يعني هو بعد ما شاف ودوه الكتاب؟ بقول لك يا طاهر انا مش ناقص وجع دماغ، روح ذاكر خد لك شهاده وارجع لي، وانا عند وعد ليك هثبتك ومكافئتك محفوظه. طب يعني يا باشا سيبك من موضوع الشهاده، خلينا في المكافئه. كام؟ باكوين. باكوين ايه؟ 2000 جنيه يا طاهر. 2000 جنيه ايه يا باشا؟ ده قبل خصم الضرايب. هي كمان فيها ضرايب؟ حق الحكومة تاخده ولا ما تاخدوش؟ لا تاخده تاخده يا باشا، ده أني عينيا للحكومة، وإذا كانوا مزنوقين في المبلغ خلوه لهم. أنت هتجبي على الحكومة يالا؟ لا مش هجبي على حد يا باشا، بس يعني بصراحة المبلغ ده قليل قوي، ده ما يجيش حق الشاي والقهوة اللي أنا شربتهم، ما يجيش حق المواصلات والتليفونات اللي أنا هريت نفسي فيه. شكلك هتوجع دماغي. ايه يا باشا؟ قوم سعادتك. عندي خبر ليك مش كويس. معتز تعيش انت. ايه؟ امال فين ايمان؟ احنا كنا عايزين نعزيها. تعبانة قوي مش قادرة تخرج من اوضتها. ربنا يصبرها، الصدمة كانت كبيرة. الله يرحمها. يا رب ويصبرك يا ايمن يا بنتي. ليه كده يا معتز؟ ليه؟ سبتنا انا وملك لمين؟ هنعمل ايه من غيرك؟ روحي بتتسحب مني، عايزه اشوفك تاني، عايزة أحضنك، عايزة أشتكي لك منك. بحبك أوي يا معتز، توحشني أوي. الله يرحمك يا حبيبي. مش كده قومي يا حبيبتي، الناس عايزين يعزوكي بره. مش عايزه يا ماما، مش عايزه اشوفها. بوس ايدك والله ما قادره يا ماما. والنبي يا ماما، والنبي يا ماما.
بقال الله يا فندم. حياتك يا باشا. نقيب محمد الهلالي يا اخويا. ده في حياتك يا فندم. حياتك يا باشا، اتفضل. ترى نقدر نعزي مدام ايمان؟ ايمان منهاره من ساعه اللي حصل، قافل عليها اوضتها ومش بتطلع خالص. خدت حقنة مهدئة ومفيش فايدة. كل ما ادخل عليها الاقيها ماسكه صورته وبتكلمه. ربنا يصبرك ايمان. ربنا يصبرنا كلنا. هي دي بنت معتز مش كده؟ ايوه اتيتمت بدري. انا اسف والله العظيم اسف، مع اني عارف يا بنتي ان اسف مش هيفيدك. متأكد انك لما تكبري وتعرفي ان انا كنت السبب في حرمانك من ابوك هتلعنيني الف مرة. مش بقيت تفكري تقتليني، وهيبقى عندك حق اني استاهل اكتر من كده. حسام، حسام انا بقول يلا بينا. يلا يلا. معلش انا اسف يا فندم، ويا ريت تنقلي تعزينا لمدام ايمان. مش الباقي في حياتك مره تانيه. شكرا. امال معتز ومنيره فين يا عفيفه؟ انا هقول لك انا يا حاج، اصل بصراحه بقى معتز كده جم امبارح بالليل يا حاج عشان يطمنوا عليك، بس انت كنت نايم. وبعدين يا حاج ما انت عارف شغلهم بيبقى الصبح. يعني هم بخير؟ اطمن بخير، المهم انت تطلع لنا بالسلام. طب انا هطلع من هنا امتى بقى؟ منير بيقول الدكتور طمنه وبيقول احتمال تطلع بكره. منير ما تجيبي لي سيرته، يا ريتني ما خلفته ولا شفته ولا عرفته. الواحد لو كان ربى كلب كان طمر فيه. ايه ده يا حسام؟ ايه ده يا حبيبي؟ ما تعملش في نفسك كده، العمار بيد الله ومعتز عمره انتهى لحد كده. انا اللي قتلته يا ماما. ما تقولش كده يا حبيبي، قتلته ازاي بس؟ انا لا بخرف ولا بقول كلام فاضي. معتز حاول يمنعني من قتل منصور البطاش، زقيته بعيد عني وقع من على الجبل مات. يعني قتلته ورملت مراته ويتمت بنته. بس اكيد ما تقصدش يا حسام، اكيد النتيجة واحدة، مات يا ابني يا حبيبي. ربنا